تتواصل انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على أرضية ميدان السباق ميدان دستور أحد فروع وأذرع التحفة الميادين في المرموم والذي تتواصل فيه الحقائق في صباح هذا اليوم بالأثارة وبهذا التواجد الكبير والشعارات الذي تعددت في أشكالها الذي تندفع بحثا عن الفوز والناموس الشوط السادس عشر الذي أعلنت انطلاقته قبل قليل وهو الخاص بالجعدان الحقائق. نسير مباشرة إلى المراكز الأولى نتقدم ونشوف المركز الأول هناك السيطرة مشاهدي الأعزاء من توفيق تعود ملكية لحمد بن محمد بن عمران الكتبي يسيطر على مقدمة الشوط بينما المركز الثاني يأتي في ثاني المراكز من الجانب الآخر هذا مغامر لحمد بن عبيد بن محمد الراشدي يتقدم على المركز الثاني بينما المركز الثالث بالعبياتي في المركز الثالث العبيد بن سويدان بن سالم الغفيلي يتقدم على المركز الثالث بينما المركز الرابع وصل مروج في هذه اللحظات عبيد بن سهيل بن خيرات العامري يتقدم على المركز الرابع بينما المركز الخامس أشوف الوصول والتحرك هذا هو يتقدم محمد بن حسين بالثيمة العامري يأتي في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع يا سلام المركز السادس يتقدم في هذه اللحظات يا سلام وصل الوسمي مسعود بسهيل بن غصنة العامري على سادس المراكز أشوف المركز السابع اللي عليه دخول في هذه اللحظات وهذا هو كفو لراشد بن مهير بن قوم الكتبي والمركز العاشر أو المركز العاشر اللي هو مسكت لعبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري هذه النتيجة للعشرة المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء في هذا الشوط المليء بالجعدان وعوده الى المراكز الاولى عوده مره ثانيه شوف الكادر العلوي في شاشتي دبي ريسنج يتقدم الجعدان ويقودهن بالمركز الاول توفيق ياتي في المركز الاول حمد بن محمد بن عمران الكتبي يتقدم الجعدان ويقودهن حتى هذه اللحظات بدون اي توامر بينما المركز الثاني مع بن خيرات وشعاره هذا مروج عبيد بسهيل بن خيرات العامري من احد اعضاء القطاع الجنوبي الذي يشارك بهذه الانجازات الفعاله والجميله المركز الثالث ثالث المراكز كفو لراشد بن مهير بن علي بالقوم الكتبي يتقدم على المركز الثالث اما المركز الرابع هناك يتواجد مسكت عبد الله بن ثعيلب بن حمد الهاجري وياتينا ويتقدم كذلك اللي هناك لعبيد بن سويدان بن سالم الغفيلي هذه النتيجه للمراكز الاولى المتقدمه وقربنا من لوحه ال 800 متر يلا لحظات اصدار الاوامر وشوف الاسماء من الخلف ما شاء الله قادمة بقوة يا سلام عودة إلى المركز الأول عودة إلى الانطلاق الأول اللي غير كفو لراشد بن مهير بالقوم يتقدم المشاركين كفو للمهمة كفو للانطلاق الأول ولكن شوف هناك التحرك من غياث حمدان بن محمد بن مصلح الأحبابي بدأ يتحرك مع غياث اللي انطلق وكفو شوف الثنينة ما شاء الله شوف الرقص ما بين الثنينة سلام ند الشبا ولا المدام يا سلام شوف الامتار الاخيره هناك بالقوم هناك بالمصلحه مع المركز الاول يا سلام غياث وكفو كفو غياث شوف الصراع شوف هذه التحديات ولكن غياث حمدان بن محمد بن مصلح الاحبابي يقدم في هذا الانطلاق تهانينا يا الشاعر حامل رقم واحد وهو خذ رقم واحد في هذا الشوط يستاهل حمدان بن محمد بن مصلح الاحبابي على هذا الفوز وفوز غياث بالمركز الأول المركز الثاني كفو لراشد بن مهير بالقوم الكتبي والمركز الثالث وصل في ثالث المراكز مشاهدي الأعزاء القايد سعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان والمركز الرابع في هذه اللحظات نشوف وصول مشاهدي الأعزاء اللي هو شاهين لسالم بسيب بن عبد الله المنصوري والمركز الخامس وصل فيه اللي هو مطفي لحمد بن علي بن سويدان الكتبي هكذا كان هذا الشوط وأثارته كان هذا الشوط وحماسه القوي حتى الأمتار الأخيرة التنافس كان ما بين غياث وكفو لكن تفوق
غياث بهذا الأداء بهذا الانطلاق. حمدان بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي وأهدى السلامات الصباحية من ميدان المرموم إلى ند الشبا وأهالي الفقع كذلك في هذا الصباح. 4 دقائق 32 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني نشوف توقيته اللي قدم كذلك أداء جميل اللي هو كفو راشد بن مهير. راشد بن مهير بالقوم فيها 4 دقائق 33 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا لراشد بن مهير بالقوم الكتبي على الفوز بالمركز الثاني. نشوف المركز الثالث يا أبو عدنان، وهذا المركز الثالث اللي وصل فيه مع بن مرخان اللي في المركز الثالث سجل توقيت زمني 4 دقائق و36 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية تهانينا وناموس على فوز القايد بالمركز الثالث سعيد بن سلطان بن مرخان. هكذا